لا أزال بقرية أزيون أتقفى أخبار قبائل دوتنان المجيدة. لم أرى في حياتي أصل بعودا وأشد بأسا منهم إن واجهوا المحن. قد عاشوا تحت راية التوحيد وحملوا مشعل السلام والاتحاد إلى أن راحوا لدار البقاء. استيقظت باكرا فقررت أن أقوم بتغيير جديد في هذا اليوم. سأرعى الغنم بالجوار. بعض رؤوس من الأغنام والمعز يبدو أنها قد أحست مني بالملل. أعود بعدها للبيت فأجد يحيى منهمكا بكل نشاط في بعض من أشغال البستنة. سيتعين عليه غرس بعض شتلات البطيخ الجاهزة. في عقده الثالث يجتهد يحيى في عمل الغرس هذا بحب وشكيمة. يأخذ الشتلة من الأصيص ويضعها في مكانها الدائم بيسر وأمان. يدك التراب من حولها بعد ذلك حتى تستقر وتألف وسطها الجديد. أني يدلح في الأوس يا فنتة أتسخب بيت هذا الدلح. إن في خدمة الأرض تهذيبا للنفوس وشحدا لها بالقيم الحميدة. أما خالد فيذهب بعد ذلك نحو منحلته. نلتقي هناك بالدبرهيم وهو شيخ طاعن في السن أمضى زهرة شبابه بالاشتغال في أعمال البناء إلى أنواهن. تزدر صوري خيرا اللي بني ضايا أجع البركة صافي غير سيكون على خالد البقاء بمنحلته طوال اليوم، فنحن في أوج فترة توالد النحل، وعما قريب ستخرج من خلاياه زمرة نحل جديدة ستسعى بدورها لتشكيل مملكة خاصة بها. قد اجتهد وأعد العدة منذ أيام لاحتواء أي زمرة جديدة، وقد شحذ قلبه بسلاحه، سلاح الصبر والإيمان والعزيمة المنتقدة. كم عاش بهذه القرية من رجال وأبطال، ذهبت أرواحهم وبقي الوطن خالدا للأبد. عاش كل منهم منكرا لذاته، محبا لوطنه، كما هو حال الدلحسن. كان مربي نحل في شبابه. صافي الخير انتفلت. ورتفل غور ما لحقش الشقان وراسي تفيق الاول هي يجي ورد. حسين الماضي. ايه الحسين. حسين زاز خير انت. الا ان ابنه الحسين هو من بات يقوم بذلك. هذا ولي خذ فيلم خذ يستر خيرا. حسين انت تعتقني خذ كما كان يرعى الأغنام. إلا أنه سقط من على دابته بحافة جرف جبلي فارتطم رأسه بالأرض، ومنذ ذلك الحين بدأت ذاكرته تتخبط في غيابات النسيان. بس قول لي قول لي قول لي يا هل إميل سيسية تندي طيفة تردد غير لكي الجر شايف الجر كيف الجر كيف نغر إفلي يا بطيف سولة ده سولة ده الزخوة ده أنا أذكر فلنتفقده إذن. أذهب بعدها لزيارة ابنه الحسين في منحلته. يوافق زيارتنا له تكاثر نحله وخروج مملكة جديدة للوجود. سيتعين عليه تحصيلها في سلة من قصب، إلا أنها بعيدة عنه. إلا أن الحسين قد ابتكر لذلك حيلة فريدة. يساعده خالد في ذلك. أول مرة ولي شرسي. إن اتحاد أهل القرية هو حجر متين في قلعة إخلاصهم وتعاونهم فيما بينهم.
عند كل ضرورة لا يترددون ويندفعون دائما للمساعدة، ينجحون أخيرا في تحصيله ويحكمون فوهته. أما خالد فيعمل على توجيه نظراته في كل مرة نحو منحلته، عيناه تترقبان نحله الأبي على التكاثر، والظاهر أن أيامه القادمة ستكون متعبة للغاية. من هذه المناحل تأتي الأعسال التي نتلذذ بها في كل مرة، ليتنا نعلم كم يبذل أصحابها من جهود حتى تصير تلك الأعسال جاهزة للاستهلاك. يعود خالد أدراجه بعدها إلى منحلته، يا له من نحل عصي يأبى الخروج، قد اجتمع بمقربة من فوهة الخلية لكنه لا يظهر نية في المغادرة. تبارك الله، هاتي بالصح خاصك تقنى، خاصك تقنى الضربية ديالنا. هذا هي الشغل، الا حقا ما يتقن حتى القبصه. اييه اي ماشي مشكل، القبصه ديالو شي اي صافي. انت يقصح حقا، انت هي غير تقصحو، انت الوقت غير طز مطارتي مدلت انا قدام غير تقصحو. اه قلنا قالو مشكل داريا السؤال از ضغطي الزوارات لي ورتني مقصه ظن الصدوق. اه الوقت اللي قال الصاد مزيان راني نقي اتفيون ولا ما تسكرنا كودام ندير نغوك انسان غنرني بالك الصدر شي غنمو نغوك انسان اشكو يقن غير نو كان ما اثنين قام بزاف فين الدار كي غادي يضرب الشطه غير تما تاد تقرب انت من تان دا سميتو صافي صافي صرت مداد سبحان الله العظيم معتي كتصاد غير داري الدواب وان شاء الله ماني وين العام يغبط العقد ديال 2014 شي قال حال ولا 15 شي سميت كتسخونيه ما يمش ايه عقل عقل علاش اسمه مشكل انا موتني ولي فينا اخويا أجل وزير تنسل صرني كذور أصنع صغير صباح سبحان الله العظيم الشمع يا ما كان ماني درهم يسكري كيلو ولا دكو بقري إيش ما درهم كيلو تمانين ماني درهم إيه أنا أنا إيش مكيلو درت على التسين ما كان التسين لكن تثاتي ها أتي روح نطعم بس نتقبي زلت تثاتي علي نربي علي التسين علي نربي زلت صافي صافي رحمه لك فهم فهمني كم غلط وغلط علي يشتنا تيا زلت تيا أقول لك أنت ذولي كتك الحاجة اللي كثار الحاجة ينقي ينقي ناي كث غير نقى هيا أيتها المخلوقات الضعيفة ارتفعي بأجنحتك وسارعي باجتهاد نحو الأزهار، سارعي واجمعي ما استطعت من رحيق وحبوب لقاح، اجلبي دواء الإنسان بعزمك وخلصيه من علله وأمراضه بيقينك واجتهادك. تمر الساعات ولا يزال خالد مجاوراً لخلايا نحله، عينه عليها يراقبها ويحاذر. أما أنا فكم نلت من لسعات غادرة وأنا أوثق المشهد. اش كنت أغادر؟ أنسمونا فيهاش؟ أنسمونا فيهاش؟ مليها هي الخيران؟ كيف تضرب بود دسي خالي؟ اش كنت داري؟ أتي تأخنش تزلقيت؟ النهار أستي تستيت زودي فقير اللي تمنتي مزقيده اي ولا مليحه الشكاي زودي فقير اللي درتي لي 60 عام اكس ما ما ستقلت غير هذا السي خالد ما ستقلت كتقيل اش شوفو هاد السفره خيرا انا مزا شوفو ديما غير كذا تسكرت ديما غير لمده منشك او على حساب غير لقنا ديال الشوف غير تتقابل ما شاء كله غير هذا هو شوفو ان شاء الله. قد تكون أقصى الامتحانات في الحياة هي امتحان حب الوطن، ما أن يبتلى الإنسان بهذا الامتحان فلا يتبقى أمامه شيء يوقفه. لا أعلم طبيعته، لكن حبي أيها الناس هو هذا الوطن، من كان حبيبه الوطن فإن امتحانه به لا ينتهي أبداً. نحله العصي لا يريد الخروج. ما تسكت غير دخلي عقل خير هذا انا قبل غير هذا شيء
باش لقيني يسلو حتى قولي تيسني يسلو صاولي هاد دوري فوق حتى الناس جاو قلت نسا هادي تصند عاد راه شوف مغايت فوق يا الليلة كان يا نهاري اهو هذا ساعتين مية ساعتين مية ساعتين مية انا كي تصندو قلت هم صافي وأنا بجوار الخلية ها هي إحدى النحلات تلسعني من جديد أي هيا يا أمي وهيا وهيا ساهم ذلك في انتفاخ يدي حتى صارت كالكرة منذ ذلك الحين لدت بالفرار عن خالد ومن حلته العصية على التكاثر افترشت لنفسي متكئا تحت ظل شجرة الأرجان وقعدت أتناول لونجة العصر في جمال طبيعة تتخللها نسمات المساء تأتيني البشرى أخيرا بأن النحل قد تكاثر وشكل مملكة جديدة وقد استطاع خالد تحصيله الحمد لله لم يذهب مجهود اليوم عبثا لقد رأيت من خالد ويحيى عزيمة وصبرا منقطع النظير وهكذا هم أبناء هذا الوطن إن كان الموت مقدرا في طريقهم والشهادة مكتوبة في أقدارهم فإنهم يسيرون نحوها ولا يترددون